في 3 أيام فقط، استهدافان مسلحان وإن اختلفا في حجمهما يضربان النجف. فبعت قنان المولوتوف الحريقة على مقر الحزب الشيوعي في المحافظة. لم يسلم مركز الرافدين للحوار هو الآخر من نيران قذيفة صاروخية حطمت أجزاء منه في مشهد متكرر قد يعيد إلى الأذهان مشاهد السلاح المنفلت والخروقات الأمنية. أولى مهام الحكومة أن توفر الأمن والأمان لمواطنيها. اليوم نشوف السلاح المنفلت سواء على شخوص أو على مقرات أو على غيرها، اليوم جاي يصول ويجول بالساحة السياسية وجاي يهدد أمن الدولة، والميليشيات جاي تكون أقوى من الحكومة وأقوى من القوات الأمنية. وعلى الرغم من وصفها بالمحافظة الآمنة، إلا أن استهداف مقر الأحزاب والأبحاث في النجف بآلية متشابهة ومتزامنة مع قرب الانتخابات البرلمانية لا يخلو من جنبة سياسية تتحكم فيها جهات تعتمد على أجنداتها المسلحة في محاولة لحرف بوصلة الناخب وتغيير اتجاهاته بما يصب في مصالحها، وجده قانونيون وراء هذا التصعيد. نجد مع قرب كل انتخابات برلمانية بالعراق تكثر هذه الانفجارات في محافظات العراق بشكل عام، وبالذات محافظات الجنوبية عندنا. وطبعا هاي استهدافات سياسية الغاية من عندها التسقيط فيما بين الأحزاب، الهدف منها تشويش الأفكار وحرف البوصلة عن حرف البوصلة عن الناخب العراقي وتغيير اتجاهاته باتجاهات تبغيها الأحزاب لنفسها. وتبدي أوساط سياسية في النجف تخوفها من تأثير سطوة السلاح المنفلت والمال السياسي بما يعزز من تكرار مسلسل الاستهدافات كانت للشخصيات أو للمقار مع اقترابها من المنافسة والصراع الانتخابي. وبعد خرقين أمنيين متشابهين من حيث التنفيذ والتوقيت، يطرح مراقبون تساؤلا حول قدرة الأجهزة الأمنية على حماية الانتخابات التي ستكون محتدمة الصراع حزبيا وأمنيا أيضا. من النجف، محمد رزاق، التغيير.